من هو في السوشيال ميديا أو الآن أتباعك، لا تفرح أنهم والله مليونين، 3 مليون، 10 مليون، 100 مليون، هذا يا شاهد لك يا شاهد عليك يوم القيامة. فاجعل لك بصمة مثل ما قال الشيخ، اجعل لك بصمة في هؤلاء الناس. أنت الآن تدخل كل بيت وتدخل كل، يعني لو الآن تكلمت في شيء يرضي الله سبحانه وتعالى فكان سبب في هداية هؤلاء الناس. يعني الآن لأني كما يقول الله عليه وسلم، لأن يهدي الله بك رجل واحد، يقول علي، لأن يهدي بك الله رجل واحد خير لك حمر النعم، في رواية خير لك ما طلعت عليه الشمس. يعني الآن أنت تكون الآن سبب في نشر الإسلام ونشر الدين ونشر الأعمال الخير ونشر الكلام الطيب ونشر الأفعال العلوم الطيبة في الناس، وكذلك اللي تابعك من الصغار هم أن تكون سبب في أنك تبين لهم أو تظهر لهم التربية الحسنة وهم كذلك يقدون بك. أكيد. إيه نعم. فأنت الآن هذا مثل ما قال الشيخ، سلاح ذو حدين، قد تكون سبب في أنك يسجل لك في الصحيفة في اليمين أو يكون يسجل لك في السيئات وعلى الصحيفة اليسار. فاعمل لما يرضي الله سبحانه وتعالى حتى الله عز وجل يبارك فيك. فعلا يعني شوف الآن من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الآن أمم مرت وناس كثير، لكن من اللي خلد؟ خلد هم من يحبهم الله عز وجل وأبقى لهم ذكرهم. ما راحوا طول عمر ملوك، وراحوا أمراء، وراحوا تجار، وراحوا شعراء، وراحوا طوال هالفترة ذي اللي 1400، لكن ما خلد إلا الذكر الطيب والعلم الطيب، سواء في الكرم سواء في العلم، حتى من قبل الإسلام. نعم. حاتم الطائي من قبل الإسلام وهو ما هو مسلم، خلد ذكر ولا لا؟ خلد ذكر العلوم الطيبة. كذلك عنتر بن شداد، والله لا ننسى. أيه. أبو نايف لا ننسى أنه أيضا بقيت وصمة عار تطارد الكثير. يعني دائما الناس يعني في بعض الأحيان يتناقلون أخبار السوء للأمانة، يعني في ناس خلص فلان الفلاني سوى هاللون وهاللون، فبقيت وصمة عار في جبينه لأنه ما خاف الله سبحانه وتعالى. هو لما سوى هالخطأ اللي هو سواه ما كان خايف من الله سبحانه وتعالى. نعم. وما ستر نفسه. يعني احنا واجد الناس اللي يخطئون، يعني الله سبحانه وتعالى يقول لك من ستر، يعني اذا بليتوا فاستتروا. بعض الناس يعمل الخطيئه ويفاخر بها، يعني يعمل السيئه وتلقاه يتفاخر ويسوي بشيء، فيقول لك اذا ما سترت على نفسك بالدنيا تبغاني استر عليك في الاخره؟ هذا في الاخره عند الله سبحانه وتعالى. نعم. لكن بقيت موجوده. هذا مصداق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر، ويمسي مؤمن ويصبح يبيع دينه بعرض من الدنيا. حول ولا قوة إلا بالله. يعني هدفك الأمن هذه هي الدنيا، ما هدفك رضا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعل لنا ولهم الهداية والتوفيق والنجاح. تبون نصلي في مصلانا ولا كلنا